السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل الأول على أول 3 دروس كده دي الإجابات، وشكر خاص طبعا في أول الفيديو طبعا للدكتور محمد عبد الغني في الاستعانة بالإجابات دي من المستوى التاني، يعني فواحد خلص السنة ففعلا شكرا ليه. فديت أول تلات ديت أول 3 دروس اللي هي السمباثيك والإنترودكشن والباراسمباثيك. فأول واحدة هنا بيقول لك السمباثيك بيأثر تأثيره على النك ميوزس، لا ماي ديبيسز على طول، فالاسئله التافهه عديها على طول. بيقلل القوه من العدسه الصح طبعا عشان يشوف الحاجات البعيده. وبعد كده عندك هنا الفازو كونستراكشن لايون، طبعا الكونجكتيفا بيعملها فازو كونستراكشن. طيب بيقول لك بيقلل السويتنج العرق، لا ده بيزود وانت سمباثيك. طيب بيعمل فازو ديليتيشن، لا طبعا توسيع، لا المفروض فازو كونستراكشن. فطبعا يعني هو انت كل دي بتتكلم في السمباثيك، العنوان ماشي، كل دي انت بتتكلم في السمباثيك. فازو على طول الاوعيه اللي هي الدماغيه، لا بص انت اي حاجه في السمباثيك فازو ديليتيشن دي غلط على طول، فازو كونستراكشن. طيب ماشي. بعد كده قال لك الفاسيليتيتد، بقى نشرح بقى الاسئله الكويسه. بيقول لك الفاسيليتيتد ديفيوجن از ذا اونلي ميكانيزم اوف باسيف كارير ميدييتد ترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين، يعني الانتشار البسيط هو الميكانيزم الوحيد، الطريق الاليه الوحيده من اللي بتستخدم نقل عبر ال اسمه ايه عبر ال عبر ناقل بشكل سلبي، يعني ما بتحتاجش شكل سلبي والنقل قبل كده ما بتحتاجش طاقه من خلال البتاع، صح طبعا هي دي الوحيده التانيه، ودي الاجابات موثوقه منها، يعني اتاكدت من الاجابات دي ودي انا مجاوبه، مش هشرح كل الكلام ده في الفيديو لما خدناها اللي هو الحويصله دي ما كانتش بتحتاج بروتين والسيمبل ما كانش بيحتاج بروتين. طيب بيقول لك يبقى ده هتبقى صح. بيقول لك السيل ممبرين، البروتينات بتاعت السيل ممبرين بتحتاج في الانواع في كل حسبه في كل الانواع من الترانسبورت من خلال الممبرين طبعا، لا البروتينات مش كلها بتحتاج، انت عندك مثلا السيمبل، عندك الحويصله دي، الفاسكولار مثلا ما بتحتاجش الكلام ده. طيب السيمبل ديفيوجن بيعني ان المولوكيولز او الايونات بتنتشر من خلال الممبرين، يعني انا بترجم على طول بالعربي اللي انت قدامك السؤال اصلا، طبقا للتركيز او تدرج في التركيز بدون الارتباط ببروتين ناقل، صح. الباراسمباثاوي انا اقول بالعربي على طول ماشي، الباراسمباثاوي بيحفز العين في انها تسبب مايد ريسز. الباراسمباثاوي ركز، الباراسمباثاوي هيعمل مايد ريسز يعني تضييق للحدقه، غلط. الباراسمباثاوي هيحفز القلب في انه يزود الاتش ار بتاعي اللي هو الهارت ريت اللي هو المعدل بتاع القلب، الباراسمباثاوي لا مش بيزوده، ده السمباثاوي هو اللي كان بيعمله. طيب السمباثاتيك، الجهاز السمباثاتيك بيحفز اللنج في ان هي تعمل كونستراكت، طبعا لا دي بتعمل دايلاتيشن توسيع عشان تاخد اكسجين اكتر. طب الباراسمباثاوي بيحفز القلب في انه يزود القوه من الانقباض، الباراسمباثاوي لا، السمباثاتيك اه، يبقى هو قال لك باراسمباثاوي. ركز في السؤال، السمباثاتيك بيعمل يعني افراز للغده العرقيه، صح. الباراسمباثاوي بيحفز في انه يحصل موتور يعني انقباض للسفنتر بتاع الجي اي تي، الباراسمباثاوي لا ده انت اصلا قاعد في وسط في ريست عاوز تعمل عادي خالص، تعمل هضم تعمل حاجه، ما ينفعش تعمل موتور، موتور يعني كونستراكشن او كونتراكشن اللي هو الانقباض يعني، فغلط. السمباثاوي بيحفز الكبد في ان هو يزود العمليه بتاع تحلل الجلايكوجين اه عشان تاخد طاقه. البلازما بروتين، البلازما بروتين البلازما بروتين لا دي مش عليها، دي مش في اول 3 دروس يعتبر. طيب ماشي. تاني حاجة بيقول لك الفانكشن من البروتينات في السيل ممبرين، اه انزيم وكارير نواقل وريسبتور كل اللي فوق. طيب الصوديوم بص بتاع دي مش علينا، ولكن اللي عليك يعني هي السؤال دي ما يجيش في اول 3 دروس، ولكن يعني هو جايبه زي ما تقول كده ربط كده يعني ايه لسه هناخده قدام، فهو الثلاثة والحاجات دي مش علينا، بس هي الإجابة يعني دي اللي هو الصوديوم أنت عارف طبعا اللي هو بيبقى بره والبوتاسيوم بيبقى جوه، بس هي مش علينا السؤال ده طبعا. الهيومن سيل ممبرين يعني دي مش عليها، الهيومن سيل ممبرين الغشاء بيكون طبقتين من العادي خالص دي تافهه. بيقول لك ايه بقى هنا، نرجع هنا تاني، بيقول لك معظم وزن الجسم بيكون من الميه، ليه؟ هو دي يعني سؤال مش لافف ولا حاجه، ولكن انت قايل لك ان الميه في الجسم 60% متوزعين في الانترا والاكسترا، 60% من الجسم فهو الاغلب طبعا ايه الميه. طيب بيقول لك ايه، البلازما بيكون كله صحيح ما عدا
دي بقى برضو مش علينا، بس انت يعني هو كونتين انتيباديز ديت تبقى انت فاهمها، دي تبعنا. ليه تبعنا؟ لان انتيباديز دي اللي هي الاجسام المضاده كانت في الجلوبيولان في الجاما، وهو كان لونه اصفر مش عارف ايه. فكل يعني هو السؤال يعني كامل مش علينا، لكن انت جزء عليك منه، فمش علينا يعتبر في الثلاثه. طيب بعد كده هتنتقل للسؤال ده، سؤال من هنا بيقول لك الاوتونوميك نيرفس سيستم بيشخص بواسطة التالي ما عدا، يعني الاوتونوميك بيتكلم على الاوتونوميك، هتقول له ايه؟ ان هو بيتحكم بالعضلات الملساء، بيكون اصله في اللاترال هورن بتاع السباينال، الافرنت بيتكون من اتنين، بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. بيقول لك نوع واحد من لا مفيش نوع ناقل لا واحد، انت عندك الاسيتايلكولين والنور ادرينالين ناقلين، فدي الغلط. بيقول لك اي من التالي البيانات التاليه بيكون صحيح عن الاوتونوميك الجانجليا تعمل كمراكز توزيع. طب ليه بتحتوي بري؟ مش خلي بالك بقى مكتوب لك المذر نيرون بتاع البري مش البوست، ركز ابص على ايه ده. طيب فهتبقى طبعا بي. بيقول لك الوظائف من السمباثيك في الثوراسيك، لاحظ بقى بيقول لك فين عشان ممكن يلعب في الحته دي، بتتضمن التالي، بتقلل المعدل بتاع الكلب يا عم القلب معلش اصلية السمباثيك ليها علاقة بالكلب تمام. فالسمباثيك كان بيزود المعدل، كان بي الكونتراكتلي ديت اللي هي الانقباض بيقلله لا بيزود، دايليتيشن توسيع البنكي عشان تاخد اكسجين اكتر. الفانكشن بتاع السمباثيك في الابدومينال البطن بيتضمن التالي ما عدا السمباثيك ماشي، بيحفز العضلات بتاعت الاستومك وبيظبط السفنتر او اللي هو البتاع الصمام يعني بيحفزها، وبيقول لك كله ما عدا تمام. هو بيحفزهاش خالص، هو بيعمل انهبيشن بيعمل تظبيط تمام. فبقول لك كله ما عدا، تعال نشوف كله صح ولا لا. الكبد بيعمله بيحول جلوكوجين لجلوكوز، وبيعمل انقباض للكبسوله عشان يطلع الدم، وبيزود المعدل بتاع الدم في الادرينالين في الغده الكظريه، ما هي الغده الكظريه تبع الابدومينال. طيب السمباثيك بينتج كل التأثيرات التالية على البلفيك ماشي، على البلفيك لاحظ بس. بيقول لك بيصبط اسمع بس، أول حاجة بيصبط العضلات بتاعة البروكسيمال بارت. واحد يقول لك صح يا زكي، البارت اللي قصدي البروكسيمال الجزء القريب. هو قال لك هنا سؤال حلو، البلفيك كان فيها الديستال ما كانش فيها البروكسيمال تمام. فهنا ريتنشن اوف فيسز يعني الحفاظ على البراز يعني وكده، فالسؤال دي كويس يعني. طيب بعد كده قال لك طبقا للعصب للقلب اللي رايح للقلب، يعني هو السؤال دي يعتبر كله كده على بعضه مش كله علينا، ولكن هو الاجابه اصلا تبعنا اللي هو السمباثيك، العصب اللي جاي من السمبساوي، الدعم اللي جاي من السمبساوي بيزود معدل القلب، ودي حاجه تافهه يعني. طيب بعد كده هتلاقي ان الاي اس اف اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد دي بتمثل كام؟ انت عندك الاكسترا كله على بعضها 20 ماشي، مش لازم انا اشرحها. طيب ايه تاني بعد كده البتاع السؤال دي مش عارف يعني هو، بس انت عارف ان اي حاجه جوه ايا كانت، جوه الخليه جوه النسيج جوه مش عارف جوه الخليه كانت بتبقى فيه بوتاسيوم وفيه كلور والكلام ده، فمش عارف السؤال دي تبعنا ولا لا. بيقول لك اي من التالي بيكون صحيح عن الاوكزوسايتوزيس، برضه يعني الاوكزوسايتوزيس اخراج خلوي علينا، وان هو بيطلع الماتيريال للاكسترا للحته اللي بره، ودي يعني انا قلتها في الفيديو. لكن مايكرو لاحظ هي في الكتاب ماكرو، في فرق بين مايكرو الصغير وماكرو كبير، فما تتغفلش كده. طيب اول حاجه بيقول لك تاني يعني رقم 26 بيقول لك ان التحفيز بتاع الباراسمبثاوي للعين بيسبب الباراسمبثاوي مش السمباثيك، باراسمبثاتيك تمام، هيسبب مايوزيس ماشي. لكن لو قال لك سمباثيك هتقول مايدريسيس. طيب بعد كده عندك الفانكشن من السمباثيك على الابدومينال بيتضمن التالي ما عدا، هتلاقي ان هو بيحفز العمليه دي اللي هي بتحول الجلوكوجين لجلوكوز، وبيعمل انقباض للكبسول بتاع الطحال عشان يطلع الدم، ولا واحده من اللي فوق اكيد لا، ما في اتنين هم، يبقى ايه الاولى بس هي. طب ليه الاولى؟ قال لك ان هو بيحفز العضلات، انت بتتكلم دلوقتي في سمباثيك بيحفز العضلات، لا ده كان بيعمل انهبشن تظبيط. طيب ماشي في حاجة تاني، معظم الحجم من الدم العادي كان بيتركب من البلازما، ليه يا عم؟ دي كانت 55%، فدي يعني كده كانت حصة كده على السريع يعني الناس اللي هي محتاجاها، ولو أي حاجة فادتكم الإجابات دي موثوق منها ادعوني.